دكتور الله عافيك، منتشر يعني بشكل كبير وملاحظ الفوبيا. ودنا تعطينا تعريف عن الفوبيا، وكيف الشخص انه يصاب بالفوبيا، وكيف انه يتعالج من الفوبيا، واذا كان في مثال بعد اكون لك شاكر يا دكتور. سؤال مهم بصراحه. الفوبيا هو الخوف من مثير لا يثير الخوف بطبيعته. يعني الخوف الطبيعي ان الواحد يخاف من شيء يثير الخوف بطبيعته، يعني الواحد يخاف من الكهرب، يخاف من النار، يخاف من حيوان مفترس، هذا خوف طبيعي. بس الفوبيا هو الخوف من مثير لا يثير الخوف بطبيعته، يعني زي الواحد يخاف من الظلام، يخاف من الأسانسير، من السلم الكهربائي، من الأماكن المغلقة، الأماكن الضيقة، من الإلقاء أمام الآخرين، من الطيارة. هذه كلها مخاوف غير طبيعية وكلها مخاوف مرضية. فالفوبيا هي عبارة عن الخوف المرضي والشديد من مثيرات لا تثير الخوف بطبيعتها. الخوف المرضي يعني لها أسباب كثير، ممكن الواحد يصير صار لها موقف معين، أو واحد فجعها، أو واحد خوفها في صغرة فصارت تخاف من هذا الموقف مستقبلا، تخاف مثلا من السلم الكهربائي أو من الأماكن المرتفعة أو غيرها لأن انصدمت بهذا الموقف. أو ممكن الواحد يتعلم الخوف، يعني تصير الأم أو الأب أو من يقوم مقامهم يعلمون ابنهم الخوف من شيء معين، زي مثلا بعض الأمهات يعلمون أبنائهم الخوف من الحشرات، إذا دخلت حشرة بسيطة تقعد تصارخ الأم وتفزع وتخاف مرة، فهو يكتسب هذا الخوف الابن لما يكبر، يصير إذا شاف الحشرة هذه مع أنها ما حتضره يخاف بشكل شديد. وأحيانا ممكن الواحد يصاب بالفوبيا بدون سبب، يعني يخاف من ركوب الطائرات، أمه وأبوه ما يخافوا من ركوب الطائرات ولا مر عليه أحد يعني صار له شيء من أقاربه في الطائرة، بس هو يخاف من ركوب الطائرة. فالفوبيا تتعدد الأسباب لها، والفوبيا لها علاج، طبعا لها علاج نفسي عن طريق الأدوية النفسية، يصرفها الطبيب النفسي إذا كانت مرة شديدة، اللي هي الأدوية تسمى أنتي فوبياز وأنتي ديبريشن. وأيضا لها علاج عن طريق الجلسات النفسية والتدريب على الاسترخاء وتغيير طريقة التفكير. واللي عنده فوبيا لا يقلق، ترى الفوبيا ببساطة هي فكرة تافهة، والخوف من أشياء لا تثير الخوف بطبيعتها. طيب دكتور، أكيد أن مرت حالات فوبيا، ودنا أنك تذكر حالة فوبيا للمشاهدين. طبعا الفوبيا بصراحة الشخص اللي عنده فوبيا إنسان ما هو مرتاح، إنسان دائما قلق وإنسان تعيس. يعني في مر علي أحد الأشخاص كان عنده مشكلة احتباس السوائل في الجسم، بس عشان عنده فوبيا من المستشفى ولا هو راضي يروح للمستشفى، مع انه لو راح للمستشفى كان اعطوه دواء معين او استخدموا معاه القسطره علشان يتخلص من السوائل هذه. ازدادت السوائل في جسمه، ازدادت حتى اصيب بفشل كلوي. فهنا تحولت عنده المشكله النفسيه الى مشكله جسديه، والسبب هو الخوف الزائد من مثير لا يثير الخوف بطبيعته. فاذا الواحد كان يشعر بخوف